جدا. انا يعني انا دوري دايما بقول للصحافه ما تكلمونيش في حاجات تكون فيها مجاملات، بالعكس انا بحب دايما ان اكون صريح، لانه الصراحه دايما بتاخد انت السلبيات اللي انت بتدور عليها عشان تحولها لايجابيات، فانا بدور بالعكس اكتر حاجه عندي في الصراحه، لان انا بحب الصراحه جدا. ممكن مع شكل معين، بس دايما بقول الصراحه بتجمع لك حاجات كتير كويسه في حياتك، بتخليك انت ليك اتزان فني واتزان اخلاقي عند الناس، لانه انت لو مش صريح يبقى انا ماكر، انا ماليش في المكر، انا بدغري على طول، يعني لو اي حاجه عايز اقولها بقولها على طول، ما بسكتش، يعني بقول وبستنى رده الفعل على طول عشان اعرف ايه رده الفعل اللي تخليني انا اطور من ده اللي عايز اعمله. خصوص المسلسل في عرض قبل رمضان كانت اقدر اقول انه انا وش السعد عليا كان عبد الفتوه، عشان نكون صريحين جدا، عبد الفتوه هو الخير كله بالنسبه لي بسلبياته بايجابياته. سلبياته ما دام خلت اي انسان في الدنيا دي او في العالم، علشان انا بقول ان من 20 سنه انا عملت حاجه اسمها انا ليه، كانت الطفره او النقله في حياتي، اقدر اقول بعد 20 سنه بنجاحات 10 سنين عملتها، بس ما كانتش الطفره اللي انا كنت بدور عليها. دايما الفنان سلم تدريجيا، هي بياني بينقلك نقلات في حياتك، فنقلت طعم الحياه او عبد الفتوه بالاخص كانت النقله الكبيره في حياتي او الطفره الكبيره زي انا ليك اللي كانت موسعه جدا. عايز اقول حاجه، دايما السلبي دايما ما دام انا عملت حاجه وبقت حاله، كانت حاله جدل عند الناس والناس دي اتكلمت فيها وشيرتها، يبقى انا مهتم في امري، يبقى انا بالعكس انا اخذت ده بسلبي قلبته ايجابي وتشاركت معاه جدا بايجابيه جدا، وبالعكس عملت منه حاله، وكانت بصراحه الحظ كبير جدا. ليه؟ لانه احنا كنا المسلسل كان بيعمل مشاهدات وكانت الاعلانات بطريقه مختلفه تماما، اول ثلاث حلقات ظهر الفتوه بقت حاله غير طبيعيه، بقى المسلسل بيعمل ملايين وبقى اكبر مسلسل بيعمل رعايه كبيره جدا، عملت تقريبا لاقوى رعايه في سنه كامله، فدي حاجه تبسطك، دي حاجه تخليك انت خلت الناس تشوف سامو بكل مراحله، خلت الناس تتكلم عن سامو، مش بس لا قال لك البلطجي ده في مسلسل يا جماعه، الناس فاكره انه ده هينزل في رمضان، الناس قالت لك كل حاجه كانت مدروسه، كل حاجه كانت معموله، كانت حتى في عبد الفتوه كان مدروس الشيبسي، الحاجات الترولوجن، حاجات كلها دي كانت مرسومه، احنا كنا قصدنا كلها، احنا كنا بنعمل كاركتر. فكنت بصراحة احنا بنعمل حالة بنقول يا اما ضيع 20 سنة من حياتي الفنية، يا اما انا بعمل حالة بنقدمها. انا ككرياتيف دايركتور اشتغلت كتير اعلانات، اشتغلت في حاجات كتير، كنت بدور على حالة تكون جديدة، انا ما دورتش ان اكون بلطجي، احنا ضد البلطجة كلنا، احنا بندور على ضد البلطجة، احنا ضد الاساءة، ضد العنف، ضد كل احنا بنشوفه ده، بس دي كانت حالة دور في شخصية، فحبينا احنا نعملها ككاركتر ضحك وككاركتر تكون شخصية، كل ده كان مدروس، كل ده اللي انتوا شايفينه ده كان مدروس كان